بداية بنتكلم عن حرب 2008-2009. بداية الحرب كانت بداية مفاجئة طبعا على كل الشعب الغزي. طبعا أنا وعمي كنا متواجدين في المحل، في بعض تقريبا الساعة 12 كان هيك خبر مفاجئ إنه العمارة الجنة إجانا أمر من وزارة الدفاع الإسرائيلي، أو ما يسمي نفسه وزارة الدفاع الإسرائيلي، إخلاء العمارة كاملة. طبعا ما في مسافة بيننا وبين العمارة، يعني ملاصقة جدا للمحل، فانه يعني اخذنا الشغله اللي لها قيمه واستعجلنا. برضه كانت في فواتير، ديون، شغلات زي مهمه اخذناها واستعجلنا، وكان الواحد في حرقه وقلق انه يعني الواحد ما بده يموت، يعني ما بده يكون سبب انه هو يعرض حاله للموت. فاستعجلنا خلصنا امورنا خلال 7 دقائق كنا مخلصين، وطلعنا بدنا نشغل السياره. عم بشغل السياره هي بطلت تشغل السياره لانه السياره وقفت على عمل. كنت في الأسبوع الماضي ذهبت لمطعم تركي للإفطار، إجا نادي المطعم وفي معرفة من قبل، فبحكي لي إنه بتطمن كيف غزة، الوضع، الأهل، الحمد لله بخير تمام. فبيحكي لي إنه ليش ما تضل في تركيا، يعني بعيد عن الدوشة هذه والمآسي. لاحظت إنه الناس برا بيفكروا إنه إحنا نبحث عن الرفاهية أو الحياة بعيداً عن الوطن. لا، الأمر مختلف. يعني صراحة نفسية الغزة، وإحنا كلنا اليوم شباب بنات غزة اللي برا، أي حدا برا غزة يتمنى إنه يكون رغم كل اللي حاصل والمجازر اللي حاصلة في غزة، يتمنى إنه يكون في اللحظات هذه بالذات في غزة يعيشها عن قرب أكثر مع الأصدقاء مع الأهل. ما يحدث له يحدث لهم. شغلات حلوه جدا ترفيهيه يعني بتصير في البيت رغم اللي انه في قصف وفي دمار، والان احنا فقدناها للشغله هذه للاسف، لانه احنا بعدين عن الاحداث، نسمع الالام، نقلق، بس ما بنعيش انه نفرح زي ما كنا ايام الحرب وسط الحرب. انه احيانا بتكلم الاهل من هون بتلاقيهم انه هم بطمنوك على حالهم، اقول لك انه والله هنا قاعدين ومتجمعين احنا كلنا، والعمو ابناء العمومه والاهل والاخوه والاخوات كلهم متجمعين في مكان واحد وبيشربوا شاي بنعنع مثلا. وهذه الشغله كانت شغله عن جد، يعني بترفع المعنويه وبتخلينا انه نبقى، يعني استمر اليهود استمر بقصف واحنا استمر بصمودنا، ونحن نحب الحياه الى ما استطعنا اليه سبيلا. يعني انه في موت صحيح وفي شهاده بتمنوا ناس انه يستشهدوا، ولكن برضه احنا بنعتز انه ان شاء الله نبقى يعني احياء ونجاهد في الدنيا وننال ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله الشهاده. بس